الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الفضيلة، أستاذ الزملاء، أعضاء التدريس، تمام الطلاب، نسوا في كلية الاقتصاد والإدارة، أستاذ الحضور، ضيوفنا الأكارم، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نتشرف باسم الأنظمة في هذا اليوم كلية الاقتصاد والإدارة بحضور علمين من أعلام القضاء السعودي، هما فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العتيم، فضيلة الشيخ الدكتور راشد محمد الهزاع. بحضور لي إلقاء الضوء على نظام القضاء السعودي في المملكة العربية السعودية وتطوره في هذه الفترة السابقة التي تعتبر تواصلا للإنجازات والإصلاحات الوطنية الكبرى للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وأعاده سالما معافى. ولقد جاء مشروع المتكامل لتطوير مركز القضاء كنقلة تطويرية شاملة للجهاز القضائي في المملكة، وإزاء تحقيق ذلك على أرض الواقع اتخذت الجهات المختصة متمثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل عدة إجراءات مهمة لتطوير الجهاز القضائي والمرافق التابعة والمساندة له، وذلك عملا بنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/78 وتاريخ 19 رمضان 1420. وهذه الفترة تشهد تزايدا في أعداد القضاة ومساعديهم، كما أن هناك عمل جاري حديث لزيادة استحداث محاكم متخصصة ومحاكم استئناف حسب ما يقتضي نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرين. اليوم نستضيف علمين رافق هذا التطور وسوف يلقون الضوء على ما تم فيه من تحديث وما سوف يتم فيه من تغييرات بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وما خصصوا لهذا المرفق من إمكانيات. ولا شك أن الأمل معقود نحو تحقيق منظومة قضائية وتوثيقية شرعية تحقق العدالة وتحفظ الحقوق للجميع وتستوعب المستجدات وتتفهم القوانين والمعاهدات الدولية وتعمل في بيئة تضمن الجودة وتعزز الشفافية. من غير أن أطيل عليكم سوف أترك المجال بداية لفضيلة الدكتور راشد محمد الهزاع، ولكن اسمحوا لي أن أقدم لكم فضيلته حاصل على بكالوريوس من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وماجستير في موضوع رسالة أحكام البقاء المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ودكتوراه في الفقه المقارن مواليد من المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أيضا تعاون فضيلته مع معهد الإدارة في تدريس أنظمة القضاء، وله الكثير والعديد من المشاركات في ندوات المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في القضاء. سبق لفضيلته أن عمل بالقاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة من عام 1400 إلى عام 1422. ثم تولى فضيلته رئاسة المحكمة في عام 1422 حتى عام 1431، وهو رئيس لجنة الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة، وحاليا هو فضيلته مفتش قضائي في مجلس القضاء العام. اسمحوا لي من غير أن أطيل عليكم أترك المجال لفضيلته يحدثنا بما لديه، ثم بعد ذلك ننتقل لفضيلة الدكتور فضيلة الشيخ عبد الله العتيم، ثم سعادة الدكتور هشام عوض يحدثنا عن
النبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر معالي مدير الجامعة الدكتور أسامة الطيب وعميد هذه الكلية ورئيس القسم أن أتاحوا لي هذه الفرصة وهذا اللقاء لإعطاء ما لدي من خلال التطبيق، وإلا نحن في مقر الاستفادة ومقر التعليم والتعلم، فهذا القسم وهذه الإدارة هي ممن يخرج والله الحمد الجيل في مجال الأنظمة التي تتعلق بالمحاكم والمحامين وغيره. وقد تعاونت والله الحمد الجامعة الملك عبد العزيز في بداية هذا اللقاء كمقدمة عن التعاون مع وزارة العدل ومع مجلس القضاء الأعلى ومع المحكمة العامة، خصوصا في مجالات متعددة، ومن أهمها أو من أبرزها مجال الوقف العلمي، وهذا والله الحمد أثمر عن وجود اتفاقية بين الآن ستوقع بين الجامعة وبين مجلس القضاء الأعلى في عدة مجالات، وخاصة في مجال قسم الأنظمة. وهذه ثمرة والله الحمد من ثمار اللقاءات المتعددة والمتكررة بين معالي مدير الجامعة والإخوان في قسم الوقف العلمي، وكذلك في هذه الإدارة وفي هذه الكلية. وهذه الاتفاقية إن شاء الله سترى قريبا النور من خلال متابعتها في مجلس القضاء الأعلى في هذه الأيام السابقة. هذه المقدمة تبين أهمية التعاون بين مثل هذه الأقسام وبين المحاكم والدوائر القضائية الموجودة وثمارها وأثارها على الواقع. الحقيقة في مجال الحديث عن نظام القضاء الذي قر أخيرا، أنا بين أساتذة أدرك أنهم محصوه وألقوه على أبنائهم من الطلاب، ولكن إشارات سريعة، ثم أتمنى وليسمح لي الدكتور أنني قد أدخل في المجال التطبيقي أكثر من المجال التنظيري أو المجال الأنظمة. فباستعراض بسيط للأنظمة التي مرت بها أنظمة القضاء في المملكة العربية السعودية، قد يردنا أو نرجع في الوراء قليلا إلى دخول الملك عبد العزيز الحجاز عام 1343 هجرية، حيث كان هناك في السابق مجال أو محاكم موجودة في مكة وفي جدة وفي الحجاز عموما، وأقرت هذه المحاكم وأضيفت بعض المواد حتى عام 46 صدر نظام تشكيلات المحاكم في 4/1/46. ثم وهذا مسلسل تاريخي بسيط عن الأنظمة التي مر بها القضاء لكي يدلل على اهتمام هذه الدولة بتطوير أنظمة القضاء في هذه البلاد. وفي عام 1350 هجرية صدر نظام سير المحاكمات الشرعية، ثم في 55 هجرية نظام المرافعات، وفي 57 كذلك ما يسمى نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، ثم في عام 72 كذلك نظام آخر بنفس المسمى، ورافقه في عام 72 ما يسمى تنظيم الأعمال الإدارية، وعمل بهذا النظام حتى صدر نظام المرافعات عام 1423 أو 22. ثم كذلك صدر نظام القضاء الأخير الذي ألغى نظام القضاء الصادر عام 1395 والمعمول به حاليا الآن الذي صدر في شهر 9 عام 1428. هذه الأنظمة مع هذا التسلسل الزمني يدل على اهتمام الدولة بتطوير نظام القضاء ومراعاة الظروف والمراحل في مجال حاجة الناس إلى التقاضي في الميدان. كذلك سانده نظام المحاماة، وهو نظام يعني بمواده للمرة الأولى، صدر عام 1422 وعمل به الآن، وكان له دور كبير حقيقة في خدمة القضاء وخدمة الناس، وكان له أثر جميل على التطبيق الميداني في المحاكم. أما نظام القضاء المعمول به حاليا فلا يخفى الجميع أنه حقيقة يعتبر نقلة نوعية في تشكيل المحاكم وإعادة صياغتها من خلال المسميات
ومن خلال الدرجات. كان الماضي كما يعلم الجميع محاكم درجة أولى التي تسمى المحاكم الكبرى أو المحاكم العامة، والمحاكم الجزئية التي كانت تسمى المحاكم المستعجلة، ويوازيها محكمة الضمان أو مثلها محكمة الضمان والأنكحة التي تتعلق بما يخص إثباتات الزواج وعقود الزواج والطلاق وغيرها، وهدف القضاء العام طبعا. وهناك لجان أخرى كما يعلم الجميع ستضم إلى أو ستشكل بها محاكم في النظام الجديد كما سيأتي. ثم في الدرجة الثانية التي تسمى كان محاكم التمييز، وهي محكمتين، محكمة في الرياض ومحكمة في مكة المكرمة، وكان هناك المجلس القضاء الأعلى بهيئتيه الدائمة والعامة، وكانت الهيئة الدائمة هي التي تقوم أو تدقق الأحكام، والهيئة العامة هي التي تنظر في الجانب الإداري في القضاء. هذه لمحة سريعة عن القضاء، وأترك الفرصة إذا كان هناك الشيخ تعليق في هذا الموضوع، ولا دخلت في نظام القضاء. شكرا فضيلتكم حقيقة على الطرح السرد التاريخي لهذا التطور. فعلا حقيقة لا يمكن لشخص أن يدرك حجم التطور الهائل الآن الموجود في مركز القضاء حتى يسترجع بداية القضاء في المملكة العربية السعودية والتغير الكبير. ولا شك أنه لعل من أبرزها إيجاد نظام الاستئناف اللي سوف يحدثنا عنه فضل الدكتور جمعون. أنظر الميكروفون إلى الآن إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العتيم رئيس المحكمة الجزئية محافظة جدة. فضيلته أيضا يرأس عدد من الإدارات، منها إدارة جمعية التوعية بأضرار التدخين والمخدرات مكة المكرمة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الشقائق الاجتماعية بمكة المكرمة، ومجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري، ومجلس مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في سجون جدة، ومجلس إدارة كلها هو رئيسها، يعني رئيس مجلس إدارة جمعية الصغار المجتمع بجدة، ورئيس مجلس إدارة المركز العلمي لعلوم القرآن والسنة، وعضو مؤسس مركز المودة الاجتماعي للتوجيه والإصلاح الأسري، وعضو مؤسس المستودع الخيري بمحافظة جدة. له العديد من المشاركات والمنتديات والمؤتمرات الداخلية والدولية، منها على سبيل المثال مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد بالأردن قبل 6 سنوات، وكذلك مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد بالجمهورية العربية اليمنية أيضا قبل 6 سنوات. فضيلته عضو مشارك وفعال في كثير من المجالات، وقد ترأس وفد المملكة الموفد لدولة عمان فيما يتعلق بالإطلاع على أمور القضاء. أنا أترك المجال فضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة، وحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أرحب بالإخوة الحضور، وابتدئ بمعالي عميد جامعة الملك عبد العزيز مشكورا مأجورا على استضافتي لمثل هذه الندوة المباركة وغيرها من المناشط. وهذا إنما إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام على هذه الجامعة بربط العمل النظري بالعمل العملي، ولا شك أن هذا هو المسار الصحيح للمنظومة العلمية، وهو الجمع بين العملي والنظري. ف استضافة مثل هذه الندوة لأناس مثال الدكتور راشد ومن صاحب خبرة وممارسة عملية في القضاء، لا شك أنه إثراء لمثل هذه الندوات وهذه اللقاءات. لا شك أن سلطة القضاء هي سلطة هامة، فهي الركيزة الأولى التي يقوم عليها الحكم، وهي عماد الحكم في أي دولة وفي أي بلد. ولا غرابة ولا غرو أن تهتم هذه الدولة منذ نشأتها الأولى في الاهتمام في سلطة القضاء، فمنذ اللبنة الأولى واستتباب الأمن في هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله